انا مروح نادي الزمالك كان بسبب كابتن بدر حداد، هو اللي خد نادي الزمالك الله يرحمه، وماما، لان هو كان بيكلمني في التليفون دايما، فلغايه ماما مره ما ردت عليه في التليفون، كان بيكلم بابا، فبابا يقول له حاضر ان شاء الله هجيب حازم وبتاع، يعني بابا كان مشغول، لغايه لما ماما ردت على التليفون مره وقال لها يا دكتوره انا حازم كويس جدا بيلعب في الصيد، عايزين نجيبه الزمالك. فبس بقى هي خدت الكلمه دي وكل يوم بقى زن على بابا بقى لغايه لما يا دكتور عشان انا زملكاويه بقى اساسا. ايه اللي اتغير في حازم بعد ما بقى اب؟ بعد ما بقى اب، لا هو طول عمره حنون كده وجميل كالعاده، يعني هو اخوه، يعني عشان بس ما انساش اخوه دايما، لان حازم هو اللي في الشهره، واشرف كمان جميل طيار بقى كمان ما شاء الله، ربنا يخليهم، هم الاثنين احسن من بعض. لا والله زي ما هو حنون جدا، ما هو دايما ايه الطفل بيشرب من العيله من البيت، فبابا كان كده حنون جدا، وحتى دايما كنت اقول له واضحك اقول له يعني مهم جدا نظهر للولاد حبنا لبعض، لانه ده بيدخل بيتشربوه هما بعد كده مع زوجاتهم هيعملوا نفس الحاجه، يعني يبقى طبيعي، يعني عشان الواحد يكسف بقى انه جوزه مثلا هيقول له يعني يطبطب عليها ولا حاجه او كده، فتبقى مشاعر طبيعيه. فبرضه هما مع بعض الحمد لله، حزومة حنين جدا مع بناته، ما بيقولش حاجة لأ، وأشرف نفس الكلام مش لأ خالص، ثلاث بنات بقى كل مش واحد مش لأ يا كابتن خالص، مش قادر، ضعيف البنات بقى هما الاثنين مشكلة مع بابا ضعاف. أنا كنت أموت على بنت جالي ست حفيدات بقى الحمد لله ما شاء الله.